أنا مكتئب، أنا مدبرس، أنا كئيب، كل هالعبارات نسمعها يومياً أو حتى منقولها ولو كنا ما منقصد تحديداً مرض الاكتئاب المؤذي اللي قد يؤدي بنا إلى نتائج خطيرة. وهون السؤال، هل نحن فعلاً مكتئبين أم نستسهل استخدام العبارة؟ هل نعيش بعصر الكآبة الجماعية أم أنه الضغط النفسي اليومي يدفع بنا إلى شيء من هذا المرض؟ ما هو الاكتئاب المرضي؟ ما هي عوارضه وكيف منتخلص منه ومنمحي أسبابه؟ موضوع حلقة الليلة من نقطة على سطر، وفيها بستضيف الأسيس شربي الملك، الإعلامية سينتيا الأسمر، والاختصاصي بعلم النفس العيادي دكتور ميشيل نوفل. ضيوفي مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بهالحلقة. الليلة على طاولة نقطة على سطر سوا رح نعالج موضوع الاكتئاب، وأيضا المشاهدين ممكن يشاركونا الحلقة من خلال الاتصال الهاتفي، الأرقام عم تورد بأسفل الشاشة. قبل ما ندخل هيك بصلب الموضوع، يعني اليوم الاكتئاب يطلق عليه مرض العصر. دكتور نوفل، يعني ليش منلاحظ وكأنه العالم صارت اليوم بتستسهل استخدام هالعبارة؟ أول عبارة نسمعها دايما بلبنان هي أنا مدبرس. أول ما تسأل واحد كيفك ماشي الحال بيقولك أنا مدبرس، أنا كئيب، تعبان، مش طايق. مزبوط. طبعا في فرق كتير كبير بين الطريقة اللي بيستعملها اللبناني لهالكلمة ولما نقصد الكآبة العيادية اللي بحاجة لعلاج. الكآبة العيادية اللي بحاجة لعلاج هو اضطراب. نعم. يعني مثل ما بنقول واحد معه سكري بحاجة لعلاج، إن كان عم نحكي صرنا مرض. نعم، اضطراب، نحن بنسميه اضطراب. المدبرس ما بيكون بشكل عام بيقدر يقوم بالأشياء اللي بيعملها يوميا، إن كان يروح على شغله أو يروح على جامعته، بيكون عنده تواصل اجتماعي بشكل طبيعي. ولكن الشخص اللي عنده الكآبة العيادية عم نحكي انه بتاثر على فعاليته. رح نحكي اكثر عن العوارض لنقدر نفرق ما بين الاكتئاب المرضي الاضطراب مثل ما ذكرت حضرتك وما بين الحاله الطبيعيه اللي ممكن يقطع فيها كل انسان. ولكن هون سينتا، يعني الى اي مدى العصر اللي عم نعيش فيه اليوم هالعصر الحالي هو عصر اكتئاب بحد ذاته؟ هلا في شغله، لما تطلع بشكل عام للوضع فينا نحكي شوي عن لبنان وعن كيف إن كان الدول العربية ولا العالم، في بهالفترة مشاكل وين ما كان. هلا كل عمره في مشاكل، ليش حتى واحد بيقول إنه هالفترة أكثر؟ بس فعلا هالمدة صار في ضغط، صار في ضغوطات إن كان على الولاد أو على الكبار، على جو البيت، على جو الشغل، وين ما تروحي في ضغط. في صار عصر سرعة. هالعصر السرعة اللي واحد عايش فيه بحس حاله ملحوق، يعني دايما في شيء وراك عم بيقول لك إنه دايما ما عم بتلحق. بيئة اجتماعية سريعة ودايما عم تتغير كل شيء، فما بقى واحد يلحق، لا بقى عم يلحق العصر. التكنولوجيا صارت كتير سريعة لدرجة انه واحد بيوصل لمرحلة اذا ما تابع بشكل يومي بيوصل لوقت ما بقى يلحق اشياء معينة. دونك لهذا السبب كل العوامل عم تضغط حتى واحد يحس حاله مكتئب اذا بدك. نعم. بس كمان مثل ما قال دكتور انه محبط، ايه، لانه الاكتئاب بفكر انا كلمه كثير كبيره والناس يمكن عم تروح فيها للاخر بشكل شوي ما بقى عم تاخذ معناها الحقيقي. يعني وبعدين نحكي عن الادويه اللي هلا صارت رح نحكي عنها. نعم. بعدين بس انا بعتقد اكيد هذا العصر عصر سرعه وضغوطات كبيره. لهالسبب واحد اول ما تساليه بقول لك مدبرس ومضغوط ومش طايق مثل ما قلتي، والوضع الامني والوضع الاقتصادي كمان عم بيأثر، كله عم بيأثر. فنحن ما فينا نلوم الناس لانه مزبوط ونحن منهم يعني. فاول شغله واحد هيك بفوع بوجه الثاني بالوقت اللي كانوا ردات فعلنا مش هالقد قوية من فتره، هلا لا بتخيل الاشياء تغيرت الامور. دكتور نوفل، يعني حضرتك قلت محبط، يعني اليوم العالم مثل ما سالتك انا السؤال الاول تستسهل استخدام هالعباره ولكن عم تستخدم العباره الخطا، يعني ما زال ما نقول نحن مكتئبين لازم نقول نحن محبطين تنكون عم نعبر عن حالة غير مرضية. مثلا مثل بقولوا أنا مدبرس اليوم، هيدي بعتبر أنا مثل كأنه مفقوس. بس محبط هي شوي مستوى أعلى، يعني لا محبط مش لنوصل للاكتئاب الدرجة بنحكي ساعتها بالاضطراب. نعم. أسيس قالت سينتا أنه كل عمره في مشاكل ولكن اليوم بتشوف هالناس تعبان كتير، ليش برأيك؟ هل فقط بهالعصر أو كل عمره العالم مش سعيدة؟
بحب اقول اول شيء ليش الناس حتى نقول لبنانيه مش غلطانين، لانه في شيء كومون بيناتهم اللي هو الحزن. لانه بفتكر الكومون بيناتهم الحزن بالاكتئاب المرضي، بصير حزن مستمر، بصير بيرافقوا بكاء وعزله. لكن المرحله بتكون مرحله انيه، انا حزين، بيستعمل العباره انه في شيء كومون بيناتهم، مانا جاي اوت اوف ذا بلو، يعني في شيء مشترك بس طبعا مختلفه عن الاكتئاب العيادي او المرضي. بفتكر كل انسان بحب يكون انسان سعيد. بس نرجع بالكتاب المقدس، من اول ما خلقت اول عائله ادم وحواء وقايين وهابيل، من بعد ما اخطاوا ما اختبروا السعاده. قايين قتل خيه هابيل، تخيل عائله فيها جريمه قتل بيناتها، والحزن استمر وما في سعاده. والانسان يبحث عن السعاده، لكن ظروف الحياه، الخطيه بشكل تحديد، خلت في فساد وشر والابتعاد عن الرب، يلي بيفقد السعاده والفرح، وبيحاول الانسان يسعى عنها تيحصل عليها ما بيحصل عليها. والعصر طبعا لو وان اختلفت الاوجه تبعه، بعض الانسان بعيد عن الفرح الحقيقي والسعاده الحقيقيه اللي ما بنقدر نحصل عليها الا بالنسبه لالي الا طبعا بالعلاقه الصحيحه مع الخالق. نعم، كل ما ابتعدنا عنه ما رح نلاقي في فرح. رح نحكي اكثر عن هالعلاقه بسياق حلقتنا، وقديش يعني لها علاقه بانه تعطينا الفرد الفرح الحقيقي. نعم، اللي ممكن نستمده بهيدي الحياة. دكتور نوفل، حكيت سينتيا كمان أزمة اقتصادية، وضع سياسي وأمني لا نحسد عليه بمنطقتنا وبالشرق الأوسط، هل فينا نقول اليوم أنه عم نعيش حالة من الاكتئاب الجماعي؟ السؤال كثير حلو جولي. أكيد ما في شك أنه في عدة عوامل بتأثر على، إذا بدك، أنه الكآبة تفوش وعوارضها تبين، ولكن في عوامل بيئية ممكن تكون عدة أشخاص عم بتعيشها مع بعضها، مثلا إن كان بلبنان أو ببعض البلاد بالشرق الأوسط. الأشياء الكومن جراوندز اللي بنعيشها بشكل عام بدها تأثر على الجميع، مش بس على شخص واحد. أكيد في عامل، إذا بدك، أساسي مأثر على المجتمع ككل. يمكن مش كل الأشخاص بيتفاعلوا بذات الطريقة، بس في ذات الضغط طبعا لما يكون خاصة بلد له فترة طويلة عم بيقطع بصعوبات، وبلد كمان منه كتير كبير. يعني ما في هون بنرجع عن التفاعل، بنحكي عن شخصيات، رح نحكي أكتر بسياق حلقتنا، أو عن تربية. بعتقد أنا في عاملين أساسيين بيحضروا أرضية اللي هن عامل وراثي بيولوجي، رح نحكي عن هيدا الموضوع أكيد. وفي عامل نفسي، الطريقة الإنسان اللي بيتعلم يفكر فيها، إذا كان طريقة لنقول إيجابية أو سلبية، أو إذا كان شخص كتير، إذا بدك، متشائم بشكل عام. طريقة التفكير كتير بتأثر، بتحضر أرضية لحتى إذا صار في عامل بيئي. نعم، كيف هيدا الشخص ممكن يتأثر، كيف بدنا نتعامل مع الضغوطات والصعوبات اللي بتنتظرنا أو كيف ممكن يتأثر. نعم، هو إذا صار. نعم، في ضغط. دكتور نوفل، أي متى بيكون الإنسان بحالة انهيار عصبي فعلي؟ العوارض اللي بتبقى بتبين عليه بتبقى عوارض أعلى شوي من الحد اللي نحن معودين عليه. كل إنسان بيعصب، كل إنسان بيستصعب يغفى وينام بالليل، كل إنسان بتأثر شهيته على الأكل وغيره. بس لما هيدا الشيء يأثر على حياته اليومية، على حياته الاجتماعية وحياته المهنية، هون نحط نقطة استفهام. نعم، خاصة خلينا نكون عم نعطي أمثلة لنكون عم نوضح أكثر للمشاهدين. أكيد، خاصة إذا كانت أول شيء على فترة، يعني إذا حدا عم بيحضرنا بقول أنا اليوم مثلا ما أكلت شيء، امبارح ما نمت منيح بالليل، واليوم ما أجيت أحكي مع حدا، وحتى لو كان عن جد عنده أفكار سوداء، أو حتى إذا كان فكر إنه ما عم بيقدر يعيش، هذا منه كافي لنحطه بخانة هالشخص كأنه كئيب بطريقة عيادية أو اضطراب. نعم، بده يكون لفترة طويلة اللي هي عم نحكي عادة يعني بيقدروا بين 15 يوم وأكثر. نعم، بس في اشخاص ب 15 يوم ممكن ما يكون كافي، يعني بتفرق بين شخص وشخص. نعم، هون دكتور بيورد على راسي سؤال، في ناس بتروح وبتجي معهم، يعني بتقطع هيدي الافكار فتره اب اند داون مثل ما بيقولوا، بيرجعوا لحياتهم طبيعيه شوي، بيرجعوا بيشعروا فيها، هون شو بنصنف هيدي الحاله؟ هلا اذا نحن بنعتبر كالكآبه العياديه اي متى بتفوش وبتبين عوارضها، صعب انه نقدر نحن نشخص شخص بكآبه عياديه بدون ما يكون في كمان هيك سايد disorders صغار. يعني في أشخاص أصلا عندهم قلق، بيعطلوا هم، بينشغل بيهم، بيفكروا كتير بالمستقبل، بيعطلوا هم المجهول. نعم، يعني بيخافوا من الانسرتينتي تبع الفيوتشر، شو رح بيصير. أشخاص تاني بيبقى عندها مثل نوع توتر على صعيد السرسبة، بيحبوا القصص تكون مثل ما هن بدهم إياها بطريقة معينة، وإذا ما كانت بالطريقة اللي هن بيحبوها بيقلقهم هذا الموضوع وبيزعجهم، بيشككهم بقدرتهم على السيطرة. نعم، في عدة عوامل وعدة اضطرابات عادة حوالي بتحيط
الكآبة. عادة قليل لتجي الكآبة لحالها كاضطراب. نعم. سين تحكيتي عن الحبوب المهدئة، ايش برأيك في هجمة من قبل الناس على الحبوب المهدئة؟ هل انا بعتقد انه صار استسهال، يعني واحد بيقول لك انه هيدا الملجا لإلي رح لاقي الحل بهالحبوب، صار الموضوع يمكن بالطريق الاسهل، الطريق الاسهل، واحد ما بقى عم بياخذ وقته انه يفكر باسلوب معين حتى يهدي حاله وحتى يقدر يتطور بمنحى ايجابي، فانا بعتقد كمان سهوله الحصول عليهم بهيدي الايام كمان عم بياثر كثير، لان اليوم كمان ثاقب على بكره عم بسمع على الراديو في كان مقابله مع شخص، في صبيه عم بتقول كانت انه ما معقول قد ايه، هلا ما بعرف قديش هيدا الشيء مزبوط، بس انا عم بنقول انه صاروا الحكمة ان كان اخصائيين بهالمجال ولا لا عم بيوصفوا حبوب مهدئه للاعصاب، هيدا الشيء مفروض ينحصر بس بالاطباء المتخصصين بهذا الموضوع، يعني اذا واحد راح على العياده وشاف انه بحاجه اوكي بيوصف له بدوزاج معين لايام معينه تحت اشراف طبي، تحت اشراف طبي متخصص. نعم، مش حيلا طبيب يعني هون يوصف. انا معك سينتيا، بس انا هون يعني بعد بتقبل انه طبيب يوصفها ولو مش ولو متخصص، مش على انه الجاره والصديقه هونيك، يعني هونيك بنبقى قاعدين شو بك معصبه يلا خذي هالحبه، يعني بتحسها كثير دارجه هالحبه بتشكو في شغله. معلش بتاخذينا مدام اسمر بس كلمه صغيره، في اخصائيه علم نفس عياديه مش اطباء، نعم ايه يعني بسيكوثيرابيوت منهم ميدسان، نعم بيوصفوا ادويه وبيعطوا اسم دواء، هيدا الشيء كمان مش ضد مسموح. أخلاقية. مش نعم. مسموح لانه مش مسجلين من قبل، لانه مش شغلته يوصف دواء بالاساس، بيكون مش اصلا طبيب يعني، ايه؟ بيكون معالج نفسي نقطه، ما بيوصف دواء المعالج النفسي، ما بيوصف دواء معالج نفسي، ما بيوصف دواء، المفروض الطبيب يعني المتخصص بهذا الموضوع يعني اللي بيوصف. عم بيسمعونا لازم كمان ينتبهوا من مين، يعني بنقول ناخذ هالادويه اذا لابد منها ولكن تحت اشراف طبي، نزيد عليها متخصص لانه في كمان في بعض الحبوب اجباري انه تكون برشتة، في حبوب معينين في واحد يفوت على صيدليه ياخذهم مزبوط ببعض البلاد، لا بس بلبنان لا عم بحكي لبنان ايه، لانه برا اكيد ممنوع، ولكن لو كل اللي بيعرفوا شو ردود فعلها السلبيه فيما بعد اكيد رح يطرحوا، وفي ناس ما بتلتزم 100 علامه استفهام قبل ما يجربوا ياخذوا هالحبوب، وحتى اذا وصفوا بطريقه صحيحه من قبل اخصائي مثل ما حكينا، في ناس حتى ما بيلتزموا لا بالدوزاج ولا بالكميه ولا بالوقت، طبعا وهذا الشيء اذا وصف على شهر بياخذوه على شهرين وما بيقعدوا يراجعوا الطبيب، هي شغله كثير خطره، او اذا وصف على 3 اشهر بياخذوه على اسبوعين او 3 وبيعمل عوارض فطم او كمان طبعا. يعني سألتك سينتي عن الحبوب المهدئة لأنه أول تقرير بحلقتنا رح نتابعه نحن وياكم والمشاهدين عن الحبوب المهدئة، رح نشوف شو تأثيرها وانتشارها الكثيف بمجتمعاتنا، منتابع سوا التقرير ومن بعده منعلي. مين منا ما بيواجه ظروف قاسية أو ضغوط حياتية، لكن يلي بيختلف هو استقبالنا لهالأحداث وطرق طلبنا للمساندة. الحبوب المهدئة إحدى الوسائل يلي بيلجأ إلى الناس طلباً للهدوء والاسترخاء، ولكن خلونا نستعرض بهالتقرير الحبوب المهدئة من الناحية الطبية، فأجرينا مقابلة مع الطبيب النفساني جيهان الحيم يلي أوضحت مين هن الناس يلي بيلجأوا للحبوب المهدئة وكيفية التعاطي مع هالأدوية. أكثرية الأشخاص بيجوا لعنا بحالات أو اكتئاب قوية أو بحالات خوف وتوتر دائم، بيكون جرب أدوية تانية يعني وما نجح الموضوع، بيوصلوا لعنا أكثرية الوقت بهيدي الحالة هي اللي هو توتر مزمن بسبب مشاكل، أول شيء نوم، مشاكل قلق يعني بسموها العامة قلق، لكن كمان مشاكل جسدية، أوجاع معدة، أوجاع راس، بشد العضل كله، بيصير في مشاكل تشنج. للأسف أنه أدوية الأعصاب هي مجموعة كتير كبيرة من الأدوية، مش كلهم مثل بعضهم، في أدوية هي علاج، هي كتير آمنة، سيف، ما بتعمل إدمان، بس واحد بيعتبرها بنعتبرها كعلاج، يعني بنعطيها لفتره زمنيه محدده ولازم الشخص يلتزم فيها وياخذها بانتظام. في ادويه اللي بسموها المهدئات للي هي فعليا ادويه في احتمال انه واحد يدمن عليها، اهميتها هي انها بتشتغل بسرعه بس بتشتغل على فترات زمنيه كثير محدده، ولانه بيخلص مفعوله بسرعه بصير الشخص عنده عاده ياخذ الدواء بطريقه عشوائيه، وهون الخطر انه يصير مدمن عليه.
الصيدلة القانوني كارول باسيل أوضحت أنه بالسنوات الأخيرة ازداد انتشار مبيع الحبوب المهدئة بشكل واضح وسط الضغوط والتوترات اللي عم بعيشها الشرق الأوسط. الشرق الأوسط من أكثر المناطق اللي عم تستورد أدوية مهدئة للأعصاب. الآن مبيعات أدوية المهدئة عم بتزيد سنة عن سنة لأنه يعني نسبة الضغط على الناس عم بتزيد. اليوم التغيرات والضغوط وظروف الضغط اللي عم يتعرضوا للناس عم بتزيد. أما من ناحية الأعراض النفسية والجسدية بتختلف أنواع المهدئات وظروف وطبيعة جسد كل شخص. خطرة شوي على الصحة، مشان هيك لازم تكون على طول متابعة. ما بتقدر تتاخد فجأة بدوزات عالية ولا بتقدر تتوقف فجأة، ممكن تؤدي لردود فعل بتوصل للوفاة لأنه بتبطئ عمل الدماغ وممكن يوقف القلب بهيك حالة، ممكن ما يعود يقدر الإنسان يتنفس، يوقف عنده التنفس. في ناس كتير بيجوا وبيطلبوا أدوية مهدئة للأعصاب ولكن نحن ما بنتحمل مسؤولية أبدا، خصوصا أنه ممنوع منعا باتا أنه أنت تعطي دواء لمريض دواء مهدئ من دون وصفة حكيم. نحن على طول بالصيدلية بنحتفظ برشاتة الحكيم وهذه الرشاتة تجدد كل 6 أشهر على رقابة من نقابة الصيادلة ومن وزارة الصحة. اعتقاد خاطئ من يظن أن المهدئات تعمل على الاسترخاء والنوم الجيد وتقليل أعراض القلق، فحذار الوقوع في فخ إدمان المهدئات دون الاستشارة الطبية. لازم المريض يكون متابع بهيك حالة من طبيب نفساني بيعلمه كيف أنه يقدر يسيطر على دماغه منه لحاله من إرادته الشخصية من دون ما يرتكز على الأدوية. الأدوية بس مرحلة انتقالية إذا بدكم مؤقتة جدا. يجرب يساعد حاله بأمور كتير بدائية اللي هي أول شيء وأهم شيء يضبط نومه. شغلة تانية يتجنب كل نوع المنشطات أو الستيمولنس ويجرب يعمل حركة سبار بطريقة منتظمة. إذا هاو ساعدوه على فترة، إذا عملهم وساعدوه خف توتر تبعوله لدرجة أنه قدر يسيطر عليه، عظيم. إذا بعد هيدا الشيء لاحظ على حاله أنه بعده كتير متوتر، ساعتها فينا نلجأ للأدوية ومجهود تكون مهدئة. أسيس، يعني تابعنا سوا التقرير ومثل ما ذكر أنه اليوم عدد نسبة المبيعات عم بيزيد بالشرق الأوسط، إدي برأيك أنه قلة الإيمان عند الناس جعلتهم يضعفوا أمام الضغوطات والصعوبات ويلجأوا للمهدئات؟ هلا ما في شك، بس قبل ما احكي عن قلة الايمان، لاحظت قالت انه يلجأوا للمهدئات بدهم شيء يعمل بسرعه. نعم، مع انهم عارفين مفعولهم بيخلص بسرعه وعارفين انه بيصبح مدمن عليها، ودائما بده حل سريع. انا بفضل الحل البطيء بس يلي بيدوم، بدل ما الجأ دغري للشيء اللي بيعطيني العلاج هلا المهدئ على حساب المستقبل تبعي وبيحضرني، شوف شو الطرق لمواجهه الاسباب اللي عم تخليني يكون عندي اكتئاب او حزن. نعم. طبعا الايمان عامل اساسي جدا، والكتاب المقدس بيحكي بيشجعنا انه نوثق، يعني قال دكتور نوفل انه الانسان عنده خوف عن المستقبل، عن بكره، القلق اللي قد يؤدي الى الاكتئاب، بكره شو بده يصير، عندي خوف. اذا انا بوثق باله بكره، بوثق باله الكون اللي قال لا تهتموا بشيء بل بكل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. سلام الله الذي يفك العقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. إذا أنا عندي إيمان أنه اللي خلقني بحبني مأمن لي المستقبل، ليش بدي اضطرب؟ ليش بدي خايف؟ حتى لو صارت في أمور حوالي مخيفة، بعرف أنه أنا ممسك بإيد قوية. بل إيمان كتير بيساعد، مش بس هلأ في وقت الأزمة، بدي يكون عايش حياة الإيمان حتى إذا صار في أزمات معينة بكون أنا مسلح، بكون أنا قوي، لانه بعرف انه البنيه الضعيفه بيولوجيا ونفسيا تنهار امام اي ازمه. اذا انا مسلح بهيدي القوه بتواجهني ازمه بعرف انه راح اتخطاها لانه سبق ومرقت بازمات اخرى والرب اعاني في اله قدير. والرب قالنا انه بهالحياه راح بيكون عندكم ضغوطات وصعوبات، ولكن انا قد غلبت العالم. نعم. تصديقنا كلام حضره الاسيس، بس لحتى زيد كلمه صغيره، انه اليوم كمان في اخصائيه بعلم النفس العياده، هن اخصائيه بعلاج بسموه نفسي روحي. نعم. بسيكو سبيريتوال. نعم. اللي هو عاده
فعال. نعم ما سالت عنه الاسيست لانه محضرت له اياه سؤال بفقره المواجهه، مشان هيك ما سالته عن العلاج بالصلاه. دكتور نوفل، وين خطوره الادمان على الحبوب المهدئه؟ هلا اول شيء خليني بس اوضح شغله صغيره، لانه في فرق بين مهدئات ومضادات للكآبه. نعم يعني مهدئات ترانكويلايزرز اللي هن بينوصفوا بلبنان لهلا الحمد لله انه في رقابه، بدها ورقه طبيه. مهدئات ترانكويلايزرز ما بتتاخد على فترة طويلة، بتتاخد على فترة قصيرة، بتتاخد بعيارات كتير مدروسة لبيل ما الشخص إذا بدك يا يبلش علاج نفسي أو يبلش يستعمل دواء لنقول للكآبة إذا كان في ضرورة. نعم. الأدوية ضد الكآبة هن أدوية عادة بيبقى ما بتعمل أبدا إدمان غير المهدئات. المهدئات إذا بتتاخد على فترة طويلة مفعولها بخف، بصير بعدين بدنا حبتين بدل الحبة تناخد زيت المفعول تبع الحبة الأولانية. نعم. بس هاي المهدئات نعم. كترتها اكيد بتضر الا اذا الطبيب بيلاقي انه على فتره معينه هيك لازم. كل شخص وكل كيس باي كيس. مضادات الكآبه هن ادويه عاده بتعالج المريض اذا كان بحاجه لدواء، لما تكون الكآبه عياديه اساسها وارضيتها بيولوجيه وراثيه. نعم. عاده بتتاخد بالعكس بالاول بعيار خفيف على فتره اسبوع اسبوعين، وتدريجيا بيعلى الدوز للدوز النورمال حسب وزن الشخص وحسب السيفيريتي تبع الاضطراب، ومفروض تتاخذ لفتره طويله. نعم. وهول الادويه ضد الكآبه اللي بسموهم انتي ديبريسنس، اول شيء مش لازم تتوقف الا اذا الطبيب قرر، اذا لقى انه مناسب، وثانيا لازم تتاخذ على فتره معينه والا ممكن الشخص يرجع ينتكس. بس نعم. هدول مش المهدئات، ما فينا ناخذهم بطريقه اعتباطيه نقرر ناخذ نوقف مثل ما بدنا. في منهم عندهم كونترا انديكيشنز، يعني اوقات مثلا دواء ممكن يناسب شخص كتير كتير منيح ولكن لشخص تاني يسبب له عوارض سلبيه وجانبيه، مشان هيك لازم الطبيب هو يسال الاسئله يتاكد انه الدواء اللي حيعطيه اذا كان في ضروره لمضاد كآبه يلي ما بيعمل ادمان يكون مناسب جسمه. في ادويه مثلا ممكن تسبب اوقات عوارض صرع او كهرباء بالراس. نعم. اذا في بالعائله هالاضطرابات او هالامراض الطبيه مش مفروض نصف لهم ادويه كآبه. نعم. لانه بتسرع الصرع يلي هو الابيلبسي، ابيلبتيك سيجرز. كل شخص اذا عم يحضرنا عنده بالعائله او عنده هو ابيلبتيك سيجرز او سيجر ديس اوردر يلي هو مرض الصرع او كهرباء الراس، لازم يوضح هذا الشيء للطبيب حتى ما يعطي دواء مضاد للكآبه، لانه ممكن يسبب انه السيجر تجي اسرع. يعني خلينا نرجع نكرر وتوصل رسالتنا الليله، ما لازم ناخذ هيدي الادويه من دون اشراف طبي. أكيد. طبعا هيدا المهم. هسا حتى الانتيبيوتيك يعني نعم. بيناتنا عم تسبب ضرر. يعني اليوم بامان او بالغرب يعني ممنوع واحد يروح ياخذ اون ذا شيلف انتيبيوتكس، لانه مش بس عم تضره لقلو، وبتاخذ انت انتيبيوتكس اخذتها صارت الجرثومه عم تغذيها، بيجي انا باخذ بنفس عندي نفس البكتيريا باخذ نفس الانتيبيوتكس تعودت عليها ضرتني لالي. نعم. بيمنعه لانه مش بس يحمي له، يحمي المجتمع كله سوا. نعم تفضل. كما بقول بالنسبه للكآبه يمكن اوقات بيكون بالتشخيص السريري بيعرف في اسباب بتمال بيولوجيه وفي اسباب بتكون يمكن يعني جسديه، جسده للانسان الدواء بيكون تيرفع نسبه بقولوا النيو ترانسميترز، ما هيك الناقلات الدماغيه الناقلات العصبيه صحيح يلي نعم. ممكن يكون اذا كان جسمه عنده هالمشكله هذه تياخذ الدواء اللي بترفع له اياها، مش ضروري يكون دائما هي المشكله يلي محتاجه لدواء. في اسباب ممكن تكون اوقات نظام غذائي صح. بس طريقه اكل نعم. طريقه رياضه بدنا مش دغري نرجع للدواء وناخده، بدنا نعرف الاسباب تنعرف ناخذ العلاج تبعه. بس نعم ورح نحكي عن الطرق البديله عن الادويه. تفضل. بس حضرة الاسيس معك حق 100% اذا الشخص كان ببدايه الاضطراب، ولكن للاسف بلبنان وبشكل عام يعني ومش بس بالشرق الاوسط بصراحه، يعني بعتقد قصه التابو ستيغما موجوده بكل العالم. المريض بيوصل لعندك عم بيزحف يعني بيوصل لعندك بالاخر صح. لو بالاول هون الغلط كان يمكن فيك تاخذ وتعطي معه بدون ادويه اوقات، علاج نفسي، علاج نفسي روحي، تساعده بتغذيه معينه، بتتحمسه يعمل رياضه وغيره وغيره. بس لما يوصل لعندك اذا بدك خالص على الاخر للاسف بده علاج انت صار هون ما بقى فيك ترجع تاخذ وقتك كثير، لانه كثير وقت بيكونوا واصلين بمرحله ما بقى في عندك كثير وقت. من هون بنشجع كل اللي عندهم مشكله يبلشوا يحكوا فيها ببدايتها ما يطروا حالهم. نعم بيستحوا انه يروحوا عند طبيب يعالج هدول المواضيع بدون نعم. لا انه ابدا نعم. واكثريتهم بيكونوا عن جد فايتين بهيدي المشكله هن اللي بيرفضوا. نعم يعني سينتا بمقابل الناس اللي بتضخم الموضوع في ناس
بتسخف المرض وبتعتبره شعور عابر. شو تعليقك؟ ايه بعتقد بما مثل ما عم تقولي مزبوط انه الناس اللي عن جد بحاجه ما بتروح عند الطبيب وبتخفي هيدا الشيء بامور تانية، بردات فعل مختلفه، بنكران للحاله اللي هن عايشينها، لانه مثل ما نحن بنعرف نحن بمجتمع شوي يعني هذا الموضوع شوي كمان مش ما بيتقبلوه الناس، انه يعني هلا احسن من قبل، هلا احسن كثير يعني قبل. اذا بتقولي رايح عند بسيكولوج يعني بيعتبروكي يعني انه مجنونه يعني؟ لا انا بدي بسيكولوج لا اكيد لا، او ابني بده بسيكولوج اكيد لا، يعني صارت الشغله مثل نوع من جرثه او نوع من استحى بالوقت اللي بهيدي الحاله حتى ما يوصل عند الطبيب بمرحله متاخره وما بقى يكون عنده علاج الا الدواء، هون عم نوقع نحن بالمشكله. فمش من هون التوعيه شغله كثير كثير مهمه وضروريه حتى نبلش بالعوارض اللي بتكون بعدها بسيطه، لواحد يلحق حاله يعرف على شو رايح ووين رايح حتى نتفادى الادويه ونطلع منها بشكل اسهل باقل ضرر. بس تكفي على اللي عم تقوله ست سنتي، هي مثلا مثل مرض السكري. مرض السكري اذا واحد بينطر لحتى يضرب السكري معه 300 اكيد رح يعوز مثلا ادويه معينه وبقوه. بس لما الشخص يبلش يعمل فحوصات دم ويتابع نظام تغذيه معين ورياضه من الاول، تدريجيا حيتفادى هيدا الشيء. هلا بس شغله صغيره، انا بس حتى انصح المشاهدين شو هن الطرق الممكن واحد ولانه يستشير بدون ما يضطر ينحرج اذا بده. نعم. لانه افضل يستشير حتى اذا ما بده يحط حاله بمحل ينحرج انه يتلاقى بالناس مثلا إن ما بحبه او انه يبينوا انه هن راحان او يقولوا. فيهم يستشيروا عبر عده طرق، فيهم يبعثوا ايميل للطبيب. هلا ما رح يتم العلاج بهالطريقه. نعم. بس في اي يصير في مثل بشكل اولي تواصل او مثلا على التليفون، او مثلا في منهم بياخذوا لنقول موعدين ورا بعض حتى يوصلوا بوقت ما يكون في حدا ويفلوا بوقت ما يكون في حدا. بس اهم شيء انه ما ياجلوا، وخاصه الاشخاص اللي عندهم اضطراب هن لانهم مضطربين ما بدهم يروحوا، يعني اللي عنده قلق بيقلق يروح عند الطبيب يعني ضمن اضطرابه عم بياثر عليه سلبا. نعم. لازم يلاقي طريقه او اخرى وبعدين من هونيك. نعم. مثل كل الامراض تفضلي، مثل كل الامراض شو ما كانت، السرطان اي شيء ثاني، وقت ينكشف على بكير يعالج. نعم. كل شيء يهمل وبينترك لوقت متاخر بصير اصعب بكثير وايام كثير وحده ما بقعد بقى رح يعمل. نعم. معي اتصال من العراق، مساء الخير احمد من العراق. مساء الخير، تفضل حضرتك صرت معنا على الهواء. سلام، كيف معك؟ سلام المسيح. بدي استشارة بسيطة، بدي استشارة بسيطة وبشكل مختصر. تفضل. نعم، حاضر، احكي مع الحكيم او الحكيمة ما بعرف. نعم، دكتور نوفل عم يسمعك، تفضل احمد. بدي اطلب منك بشكل سريع تفوت بالموضوع. دكتور اهلا، تفضل احمد عم بسمعك. دكتور انا الو عم نسمعك احمد، تفضل. الو دكتور، انا من 95 انا من 95 وهلا 2014، من 95 هلا 2014 اعاني من متلازمه الوسواس القهري واضطراب شخصيه اعصابي، مش اضطراب شخصيه، اضطراب شخصيه اعصابي وسواس قهري، خوف من اشخاص معينين، ترددات، اضطراب اعصاب، عدم قله النوم، او اذا انام او اذا بريد انام او اذا بدي انام عن طريق الادويه والحقن، ويعني من انام من 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 عدم انام، تجيني كوابيس واحلام مخيفه، جدا مخيفه، يعني كوابيس مزعجه واحلام مخيفه، وهذا ويعني عصبي بشكل كثير عصبي. نعم. وبتصير عندي نوبات هستيريه، يعني نوبات هستيريه، ويعني كآبة حادة، عندي كآبة حادة. نعم. أحمد يعني مشاكل كثير، مشاكل، وعندي عندي نوبات أحمد، عندي نوبات أتلتك. أحمد عم تسمعني؟
كون دكتور فكرة عن حالتك ورح بيجاوبك، ولكن بدي أطلب منك اتبعنا بعد الفاصل. مشاهدينا رح نتوقف مع أول فاصل بحلقتنا، وبدي أذكركم أنه نحن منرحب باتصالاتكم الهاتفية، كما أنه رسائلكم بتوصلنا عبر الأس أم أس، أو ممكن تعلقوا عبر صفحتنا على الفيسبوك. فاصل ومنرجع. بالرغم من الإرشادات والتحذيرات يلي تصدرها السلطات الصحية من التأثير السلبي للحبوب المهدئة على الصحة، إلا أنه ازدادت وصفات هالحبوب بالعامين الأخيرين. شو بتعرف الناس عن الحبوب المهدئة؟ منشوف سوا الأجوبة بهالتقرير. في ناس مجبورين ياخدوا حبوب مهدئة إنه مشان حتى يرتاحوا، بقولوا الأعصاب. هذا شيء طبيعي، هذا مرض. كل شيء اسمه مرض تعطيه دواء عليه هذا ليجل. شو مرض أخذت؟ لا الحمد لله ما بعرف عنه شيء ابدا، ولا عندي اي معلومات عنه. والله ولا مره مفكري هلا صايره بدنا ناخذ. لا 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 ولا شيء. بعرف انه اللي من يتعود عليها الواحد بطل تاثير معه، بصير بده اقوى، كل ما بده اقوى. مهدئه اشياء كثير حلوه على فكره، هيك بتريح الاعصاب. ايه ما بستعملها ولا بعرف شيء عنها ولا بدي اعرف. ايه باخذ ليكزوتانيل 3 ملي جرام، مرات بوصل للعشر حبوب كل يوم، 15 حبة كل يوم. ايه عودة لمتابعة حلقة الليلة من نقطة سطر مع ضيوفنا الأسيس شربي الملك، الإعلامية سينتيا الأسمر، والاختصاصي بعلم النفس العيادة دكتور ميشيل نوفل. دكتور نوفل كان معنا الاتصال مع أحمد وحكي عن بعض العوارض، شو بتقوله لأحمد لانتقل مع حضرتك لنحكي عن عوارض الاكتئاب وكيف منفرق بينه وبين الطبق، يعني التعب البسيط اللي ممكن يواجهه كل واحد منا بحياته؟ نعم. هلا أول شيء أنا بحب يعني أقول إنه أنا ما بعالج على الهواء، لأنه لو واحد يعالج على الهواء شوي صعبة، لازم واحد في عدة قوانين إذا بدك أخلاقيات لحتى واحد يعالج ومش على الهواء. بس اللي فيني أوصفه هو إنه حسب ما فهمت منك أحمد إنه عندك عوارض وسواس قهري، يعني أفكار تبقى لا إرادية بتجي على الذهن، تبقى أفكار قهرية، يعني هو الوسواس اسمه وسواس قهري، يعني بيزعج الشخص، وتبقى الأفكار هو ما بده يفكر فيها ولكن هي بتدخل على ذهنه وبتجبره إنه يفكر فيها. هذا الشيء عم بيأثر على نفسيته، وهو هذا اضطراب من اضطرابات القلق. ثانيا أكترية الأشخاص اللي عندهم هالوسواس القهري والسرسيد عندهم ريسك أعلى إنه يعملوا كآبة. مش هيك كنت عم بقول قبل إنه لما حدا يكون عنده كآبة بيبقى في عنده حواليه اضطرابات غيرها. الواضح إنه الأساس تبع الاضطراب اللي عم بيعاني منه أحمد مع هالكآبة الحادة هو أساسه الأرجح اضطرابات قلق، إن كان وسواس قهري أو نوبات هلع، يعني panic attacks. بقى بالشكل اللي فهمته أنا إنه إذا هو عم بتعالج بمهدئات فقط هيدا الشيء منه صحيح، منه مزبوط، لازم يكون عم يتابع مع اختصاصي لحتى لما تتشخص الحالة ياخد العلاج المناسب، إن كان بالدواء إذا في ضرورة، بس على طول مع الدواء. وأنا بنصحه لأحمد إنه كمان يحاول يتابع علاج نفسي، يعني علاج بالحكي، بس مش لواحد بس تيتسير ويحكي، في تقنية معينة تستعمل بالعلاج النفسي حتى ولو كان الشخص كان مثل ما كنا عم نحكي قبل إنه بيخجل أو بينحرج يتواصل مع أخصائي إذا بدك علاج اضطرابات نفسية. اليوم دراستك كتير كتير واضحة إنه الدواء لحال منيح بس ما بيكفي، نعم. علاج النفسي لحال منيح بس ما بيكفي، ولكن لما نجمعهم سوا بيكملوا بعض، بيكملوا بعض وأكتر، يعني واحد نعم. وواحد بيعملوا ثلاثة. طبعا بالعلاج الاضطرابات النفسية في عنا أشياء زيادة فينا نزيد على العلاج، يعني الصحة النفسية مهمة، ولكن لنتحسن أكتر في عنا الصحة الروحية spiritual health، في عنا الصحة الاجتماعية social health، وفي عنا الصحة البدنية، يعني من وراء السبور والحركة والاكسرسايزز. بقى بده يكون في عده اتجاهات لحتى واحد يعالج ليكملوا بعض. نعم دكتور نوفل، بشكل كتير سريع عوارض الاكتئاب وكيف منفرقها عن التعب العادي البسيط اللي بيقطع في العوارض الاساسيه بالاكتئاب هن ثلاثه. واحد بيكون محبط اكتريه الوقت،
بالنهار، أكثرية الأيامات بالأسبوع، أو بيبقى عنده خفة أو لذة بالأشياء اللي عادة بيعملها يوميا، مثلا شخص بحب يروح على السينما من وقت لوقت ما بقى له خلق، بحب يقدر مع أصحابه بحس حاله ما بقى له خلق، يعني ملذات الحياة عنده بتخف كتير أو ممكن تنقطع نهائيا. وثالث هلا أهم عارض من الأساسيات هن الأفكار الانتحارية. بيجي عنا العوارض الأقل أهمية يلي هن تخربط بالنوم، إن كان نوم زايد أو خفيف، أو الأرق يلي ما بيساعد الشخص إنه يخفى بسهولة. عنا التركيز بيضعف والذاكرة بتضعف. في عنا الشهية ممكن تلعب، ساعة بتبقى قشطة والشخص بيضعف، أو ممكن يزيد والوزن يرجع يزيد. المزاج الجنسي اللي بيده أو السكشوال ديزاير عادة بيخف بالكآبة، خاصة بالكآبة الحادة. وعنا عوارض كتير مهمة العالم ما كتير تعرفها، اللي هي العوارض الجسدية، يعني بيبقى في أشخاص بحسوا حالهم تعبانين، ما لهم خلق على شيء، ظهرهم وعضلاتهم مشنجين، وجع راس مزمن، آلام بالمعدة، تشنجات بشكل عام بيسموا كتير وقت، مثلا عنا بيقولوا عندي اي بي اس، يعني اريتبل باول سندروم او مصران، بيقولوا المصران. ممكن هذا الشيء يكون اكشلي مش اضطراب، ممكن يكون، بس ممكن يكون كمان ضمن كآبة عيادية. هدول العوارض الأساسية اللي إذا حدا بحسها، خاصة إذا في عوارض جسدية، يعني العوارض اللي بتخلي الشخص يكون مرهق وتعبان وما له خلق وما عنده طاقة، إنه يستشير. ممكن يكون كآبة، بترى علامة استفهام، إيه ممكن في شيء معين عم نقطع، مش ضروري يكون شيء إذا بدك عضوي. أسيس، شو بيقول الكتاب المقدس عن التعب النفسي وعدم القدرة على الاحتمال؟ قبل ما جاوب على هاي بدي شوف، بما أنه ذكر العوارض قديش الإيمان مهم، لأنه الإيمان بس يكون عندك علاقة شخصية مع يسوع بتصير تعرف حالك أنه مقبول، يعني في شخص بيحبك. كمان إحدى العوارض بيكون في فيل جلتي، ما بتشعر بالذنب، الأزمة أو أزمة الهوية. بتخيل أنا بعرف أنه إله الرب بيحبني، قبلني، أنا مهم عنده، صرت ابن الله في المسيح يسوع، ضمني إلى جسد، صار في عائلة، عم باخد السبورت يلي مهم بالسوشيال، بطل عندي إياه، صار الكنيسة عم تدعمني، عم نقبل بعضنا البعض، حتى لو كان عندي ضعف وعندي خطية عم بيقبلني لأنه في غفران، إحنا مغفورة خطايانا بيسوع. بقى كتير مهم الإيمان يلي بيحطني وبيضمني إلى جماعة بتعالج هيدي الأمور. طبعا ما بيعني انه ما ناخد الادوية اذا كان مضطر شخص ياخد دواء. وحضرتك يعني مثل ما بقول كمان قصدك انه كمان انا محبوب، محبوب طبعا، المسيح. اي صح، محبوب، ايوه هي مهمة، هي مهمة كتير عند الاشخاص اللي عندهم الكآبة، قبول، لانه هو بحسه غير محبوبين، مرفوضين. وهذه الآية الشهيرة بالانجيل، والهك لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. نحن محبوبين، محبة أبدية أحببتك، يعني كتير مهمة. بس قدي لازم يكون شخص مهيأ، لأنه واحد يكون فايت صاري بالكآبة أو بنوع من الأحباط، ما هذا يمكن اللي قاله الأسيس بالأول. إيه أوقات واحد ما بيكون مهيأ لحتى بهاللحظة يفوت بهال ما قال الأسيس بأول الحلقة، أنه بده يكون عندنا علاقة مع الله، يعني مهدلنا أطريقة إذا وجهتنا حتى منها. أنا بكون أوقات معمول ديسايبلشيب، تلمذ من خلال الكتاب، بيرتاح الشخص وقت بيعرف أنه قديش في اشياء بنقدر نشكر الله عليها عنا اياها، قديش نحن قيمتنا كبيره ومهمه وبيقبلني مثل ما انا، بل هو جسد يسوع المسيح لانه انا خاطئ. هي شغله مهمه جدا. بالنسبه لقصه النفسيه، بنعرف بالكتاب عده اشخاص، حتى رجالات الله، ايليا، يعني ايليا النبي بالعهد القديم بملوك الاول 18 و19، مر بمرحله تمنى الموت، مع انه عمل انتصارات كبيره، قتل 850 من الانبياء، كان إيزابل هددته، خاف منها، تمنى الموت، لكن كيف رب رجع شدده وشجعه، قال له شو بك، أنا معك، ما تخاف، رجع نشطه. أيوب قديش مر بأزمات بالحياة، وصل لمرحلة تمنى يا ريتني ما خلقت، رجع الرب كمان تكلم معه، رجع أنعش ورجع إلى الحياة من جديد. المزامير، بيقرأ كتاب المزامير اللي كلها صلوات، رجالات الله مروا مرحلة كانوا صعبة، وينك يا رب تركتني، بس ولا مره فقدوا الثقه انه هو موجود، انه هو بحبنا، رجعوا، هالثقه رجعت تفعلت من جديد، مع رب بنرجع بننتصر، بنرجع بننتصر، وبنقدر نعطينا قوه الاحتمال. ويسوع شو قال، ايه كثير شهيره بمتى 11:28، بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. كثير مهمه هالدعوه للمسيح. نحن بنمرق بظروف صعبه وبنتعب فيها، اوقات قوه الاحتمال عنا بتخور، لكن ناتي لعرش النعمه، ننال نعمه وعونا في حينه، معه أنا فضيل، أنا معه انقذه وأمجده. سنتا، قدي نحن بنربي أولادنا على عدم تحمل الظروف الخارجية وبالتالي التأثر فيها بسرعة؟
هذا الشيء مزبوط وكثير مزبوط خاصة بهالأيام. هلا نحن يمكن من محبتنا لهم بنجرب نحميهم، بنجرب نكون حدهم بكل اللحظات، باللحظات الحلوة، باللحظات الأقل حلوة، وباللحظات العاطلة يلي بيعيشوها. خاصة الأولاد لما يوصلوا لعمر 10 11 سنة ببلش يصير عندهم كمان هواجس، بصيروا يصطدموا بأصدقائهم بالمدرسة، بصيروا يصطدموا مع المعلمات يعني. فنحن دائما هون دورنا نعرف كيف نتعامل مع الولد. لما نكون كتير حد وهذه شغلة منيحة يعني، هو محبوب مثل ما عم بتقول حضرة القسيس، يعني الولد لازم يحس حاله محاط، بس ما لازم نلغي له شخصيته كليا حتى يبطل يعرف يتصرف. نعم، نعطيه معنويات وثقة بالنفس. نعطيه معنويات يعني. أنا بلاقي بكتير من الأوقات نحن بنتصرف عن الولد محبتنا منغلط، ايه يعني من محبتنا قد ما نحن هالقد حايطينه وخايفين عليه انا بدافع عنك، انا بعمل هالاشياء، لا انت ما تعمل انا بتصرف. نعم. بتخافي عليه لدرجه انه ما بتقعدي تعطيه استقلاليه ولا ثقه بالنفس. هيدي شغله كثير خطره، شغله خطره، ونحن بنعالى اوقات متاخرين. نعم. يعني من كثره محبتنا لاولادنا بنتصرف معهم بحقهم غلط. واوقات كثير هون التربيه الدينيه والمسيحيه بتلعب دور مهم بالمدارس، بالتعليم، حتى بالمدارس اللايك نحن بنشد انه اولادنا يتبعوا تعاليم دينيه معينه حتى لو خارج المدرسه، ان كان بالرعايه او الى ما هنالك. فهذا الشيء كمان بالبيت لازم يكون عم بيواكب اماكن التعليم الديني حتى نكون عم نعمل مثل اكيليبر، حتى في حال وصل الولد لمرحله من الاحباط نقدر نحن كاهل نوقف حده ونعرف كيف نديره ونرشده، وبنفس الوقت نكون عم نتمثل بكلام المسيح. نعم. بمطرح من المطارح حتى يكون عنده هالثقه، وهون نحن بنبني له شخصيته على صعيد عائلي واجتماعي بقدر ما بنحصنه نحن، صح يكون يعني هو مش بالمستقبل قادر يواجه الضغوطات. اذا عملنا نحن ما رح ندوم، ما رح نضل حواليه ومنا موجودين معه بكل الاماكن. نعم. فلهذا السبب بنلوم حالنا وبنرجع بنكرر انه نكون حدهم بس مش لدرجه نحل مكانهم، نحميهم بس مش ناذيهم كمان، بده يكون في مثل ما بيقولوا توازن. صح. بالتربيه. خلونا نروح، بدك تقول شيء. اوقات بقول اوقات نحن كمان كاهل بالتربيه، انا سمعت اشخاص بيقولوا ما تبكي كون رجال. انت رجال ما تبكي، هيدي بمجتمعاتنا الشرقيه الذكوريه يعني اوقات هالبريشر اللي بنعمله ممكن ياذيه فيها. نعم. بصير انتروفيرتي بعدين، ما بقعد يجي يعبر وبيشعر بالذنب، ليش انا ليش ما عم بقدر اكون رجال. صح. ما بقعد يخبر، بيوصل لوقت بصير يتصرف اشياء معينه ما بيعود يجي يخبر. فالثقه بين الولد والاهل شغله بفتكر كثير مهمه، حتى كمان على اساسها لما بنطلب منهم فوق قدراتهم كمان بنحبطهم. خلونا نتوقف مع تقرير اخر بحلقتنا. لينا ابو غانم اللي عانت من الاكتئاب مشاهدينا لمده طويله بسبب وفاه شقيقه، بنشوف كيف تمكنت من التخلص منه بهالتقرير. هناك فروقات في ردات الفعل بين الأشخاص أمام المصاعب الكبرى في الحياة، فتولد لدى البعض مشاعر الكآبة والحزن، ولدى البعض الآخر يولد انهيار عصبي. مت بابا نحن وصغار، طلعت من المدرسة بكير، حرمت علمي، صرت أشتغل لحتى أعلم إخواتي. قلت الحلم يلي ما حققته بحالي بدي حققه بإخواتي. أقلها إنه خيي الأصغر مني دغري كان، يعني كنت حب اني يوصل لمطرح لاني كنت شوف فيه حالي. تزوجت صغيره، فاتفقت انا وياه انه نعلم اخواتي ونربيهم وتساعد انا وياه على الظهر مثل ما بيقولوا. اجت الاحداث، خيي كان متطوع بالدفاع المدني، كان عمره 18 سنه، طلع هو ويا رفيقه مهمه وخبصوا رفيقه بالاطفائيه بدون ما ينتبه، فكانت صدمه كثير كبيره لإلي، عملت ديبرسيون كثير قوي، كتير كتير قوي. حسيت انه خلص حلم اللي كنت عايشه كرماله نهار. الشخص المحبط لا يعود يهتم بشيء ولا شيء يثير انتباهه، كما يغيب لديه اي شعور بالفرح او لذة في الحياة. فترة الدبرشن كانت لإلي خلق غسل، لألبس، لأظهر، لروح، لأجي. يعني تخيلي قاعدي بضيعة وجو بيتي كتير حلو، المنطقة اللي قاعدي فيها كتير كتير حلوة، كلها طبيعة، ما لي نفس اظهر على الطبيعه، مع انه انا من الناس اللي بحبوا الطبيعه، بس لانه كنت اظهر على الطبيعه انا وخيي كنا نحبها سوا، كنت حس انه هذا شيء مشترك لإلي وياه.
كان البيت عايش بجو يأس كتير. يعني أنا معروفة عني إني إنساني كتير مريحة، البسمة ما بتفارق وجهي، عرفتي؟ فأكيد هيدا الشيء جاب سلبية عليهم، عرفتي شو؟ والمعروف عني إنه بعطي حنان وبعطي لكل اللي حوالي عاطفة واهتمام. سو هيدي العاطفة والاهتمام كتير فقدوها خصوصي زوجي. ماما كانت أقوى مني، ضلت تقلي ما بيسوى هيك، أنت عندك صبي صغير. إنه كان فادي عمره شي، ابني الكبير كان عمره شي شهرين ونص لما مات خيي. ما عدت اهتم فيه لانه حس انه ما لي خلق لإله. كنت اخذ دواء للاعصاب، يعني تعالجت بكثير ادويه. قعدت مره بيني وبين حالي وفكرت انه كل شيء ببلش من جوا مش من برا. قد ما يساعدني الحكيم ويعطيني ادويه لحتى ارتاح، صعب ارتاح اذا انا ما بدي ارتاح. ما الحياه مكمله، يعني ما في ولادي، في جوزي، صرت اشتغل على حالي بالموضوع قبل ما اشتغل على الدواء، اوكي، على ارادتي انا من جوا. اما لينا اليوم فهي سيده تغمرها السعاده مع زوجها واولادها الثلاث. انه ينهار حلمك قدامك شغله كثير صعبه، بس كمان انت يعني انا صرت افكر انه كيف بدي ابني حلم جديد. الحياه الان ما بتوقف، انه يلي خسرته بخيي مفروض عوضه باولادي. الاراده بتلعب دور كبير، بس الاراده يعني الدافع المباشر لقوه الاراده تتقوي ارادتك هو ايمانك بالله. هلا مثل ما قلت لك انا بحب العلم كثير. السنه هذه كان في دوره لانجويج انجليزي، بريتش لانجويج تيتش وومن انجلش. سو فت على الدوره مثل اي تلميذه وقعدت وتعلمت بالصف واخذت شهاده، وناوي هيدي السنه اللي جايه ارجع سجل بروفي واخذ بروفي وارجع اخذ ماتين. ما في شيء بيستاهل بالحياة إنه الإنسان ينهي حياته، لأنه الحياة من عند رب العالمين. أغلى شيء ربنا بيطعمه للإنسان هي الحياة والروح. يشوفوا غيرهم قبل، هل استسلم وطلع من طلع لقى نتيجة؟ ما الحياة تجارب. دكتور نوفل، شفنا هالتقرير، يعني اكيد صدمه كبيره انه تفقد شقيقه بالوقت اللي كانت هي يعني كل احلامها بنيته عليه وكانت فقدت ولدها. نعم. صدمه كبيره، بس بنلاقي انه في ناس بتتحمل وفي ناس ما بتتحمل. نعم. شو تعليقك على التقرير؟ اول شيء طبعا واضح انه بالاساس كان في صدمه. يعني الصدمه هي اللي سببت الكآبه العياديه. نعم، نحن بنسميه بوست تروما. نعم. ديبرشن يعني كآبة ما بعد الصدمة. تقريبا بحدود 10-20% من الأشخاص عندهم استعداد ليعملوا اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن مش كلهم بيعملوا كآبة ما بعد الصدمة. كآبة ما بعد الصدمة تبقى في استعداد للكآبة كمان. اللي بيفرق بين شخص وشخص غير الاستعداد البيولوجي الوراثي هو طريقة التفكير. يعني مثلا الشخص لما يربى بيربى بمجتمع معين، بيربى ببيئة معينة، طريقة تفكيره بتتركب تدريجيا نهار ورا نهار، أسبوع ورا أسبوع، سنة ورا سنة. المدرسة اللي عايش فيها كيف تعاملوا معه الأولاد التلميذ حواليه، وغير شخص يمكن يكونوا أهله بتصرفوا معه وبيعاملوا معه بتعاملوا معه بغير طريقة. بقى على الصعيد الفكري بتفرق بين شخص والتاني. مش هيك لما الشخص يوصل بفترة من حياته ويصير عنده بحياته صدمة ممكن حدا يتفاعل معه بطريقة معينة والتاني بطريقة أخرى. نعم. دكتور قالت لما قعدت بيني وبين حالي وصرت فكرت، قلت إنه ما بدها هالقد. هل الواحد إذا كان عنده الوعي والإرادة قادر يطلع من الكآبة لحاله؟ الأشخاص اللي دراسات دي، الأشخاص اللي معلمة أكتر، الأشخاص اللي عندها وعي أكتر، الأشخاص الأذكياء أكتر، عادة أهين لهم أو إذا بديك أقل صعوبة إنه يتحسنوا. نعم. هلا في عدة عوامل طبعا، مثلا إذا شخص عنده استعداد بيولوجي وراثي كتير قوي، مثلا البي والأم قطعوا بكآبة عيدية كتير قوية والعوارض برضو الاستعداد البيولوجي الوراثي كتير قوي، قد ما كان شخص معلم أو ذكي أو غيره رح يضل عنده استعداد أقوى. عم بتركز على العامل الوراثي قد بيلعب دور، لأنه واضح كتير بالنسبة. نعم. لأنه أنا كمان غير أنه أنا أخصائي علم نفس عيادة، أنا كمان طبيب عام. نعم. دراسات كتير واضحة أنه الأشخاص اللي عندهم كآبة عندهم حدا بالعائلة أو أكثر من شخص عندهم كآبة، هيدي الشغلة بنعرفها. نعم. واضحة كتير. بالنسبة للريبورتاج
أكيد لما توصل لمرحلة قالت أنه ما في شيء بيحرز أنه الواحد ياخد يقتل حاله وينتحر أو غيره، أكيد اللي عم تحكيه هو كتير صحيح. بس لما الشخص يكون مكتئب، تفكيره المتشائم وطريقة تفكيره السلبية السلبي رح يأثروا على رح تكون هي مسيطرة عليه، المنطق تبعه ما رح يكون كتير منطقي، رح يكون مشوش. نعم. وأكيد اليوم لما تكون بحالتها النفسية المرتاحة أكتر رح تكون شايفة والقصص بوضوح أكتر. نعم. أسيس قالت أنه الحلم اللي كنت عايشة كرماله نهار، شو تعليقك؟ صحيح، وقت الإنسان يعيش معش عنده شيء حلم يعيش كرماله بده ينهار كل شيء. من هيك الإمام يقول أنا عايش لحلم أكبر يلي ما بينتهي هون، أنا عايش للأبدية، عايش للملكوت. من هيك أنه الرؤية اللي رب يعطيني إياها الرب بتتخطى الحدود، بتتخطى حتى الأزمة، بتتخطى حتى الموت. نعم. حياة ما بتنتهي بالنسبة للمؤمن هون. لو كنت أنا اليوم عايش كل حياته من دون كآبة بدها تنتهي، لو كان عايش بصحة وبغنى وبرفاهية وبلا حروب رح تنتهي. بفتكر واجهة الموت وبيعمل اكتئاب أكبر من أي أزمة أخرى. أنا مصيري شو؟ بس أنا عندي إنسان، عندي سلام، بعرف عندي حياة أبدية، عندي عايش لحلم كتير كبير ما بينتهي. نعم. بأمل. نعم. بأمل. سينتا قالت كمان أنه جو البيت كله صار يأس كتير، إلى أي مدى فعلا الاكتئاب معدي؟ ايه اكيد معدي. ليه؟ بقول لك اذا واحد بيكون عم يبتسم بشكل تلقائي الشخص اللي مقابله بده يبتسم له، فنفس الشيء اذا العكس، اذا واحد قاعد ومكتئب ومنه مبسوط، هذا الشيء بيعكس على جو العائله كله، على اصدقائه، مثل ما قال دكتور كمان بينزوي، ما بيقعد يظهر، ما بيقعد يشوف اصحابه، ما بيقعد يعمل العادات اللي كانت بالنسبه له تعطيه سعاده وفرح. فهذا الشيء اكيد بيعدي. وياما بنسمع اوقات انه ناس فقدوا اصدقائهم من وراء انه ما وقفوا حدهم بحالات اكتئاب معينه، بقى اكيد بيعدي. وهذا الشيء كمان بيأثر على العائله وعلى الاولاد وعلى الاداء العام بالمجتمع، واحد بشغله. حتى اذا كنت رايحه على شغلك وانت بحاله من هالنوع رح تاثري على كل الاكيب اللي عم بيشتغلوا معك. نعم. بشكل تلقائي، بردات فعلك، بسلبيتك. اوقات كثير واحد بيصير سلبي. نعم. بكثير اشياء بسيطه، اذا ما كان واحد رايق فعلا ومنه عايش هالمرحلة بيوصل لوقت ما بعد يقدر يعمل شيء. نعم. خلوني أذكر مشاهدينا أنه نحن بنتلقى اتصالاتهم الهاتفية للمشاركة معنا بالحلقة. رح نروح هلأ لتقرير آخر، قصة حقيقية أعدنا تمثيلها، قصة السيدة هنا اللي من وراء الاكتئاب حاولت الانتحار. منتابع سوا التقرير. أنا الدبريسيون عندي بلشت من زمان كتير، يعني تقريبا كان عمري شي 10 سنين. كنت بالمدرسة كنت شوف أصحابي كلهم بيلعبوا بالفرصة وبيضحكوا، حس حالي أنه مختلفة عنهم. يعني كنت أقعد على طول لوحدي أشرد، أهلي انتبهوا على هيدا الشيء من وراء علاماتي يلي صاروا يرجعوا. وبالنسبة لهم أنه أنا كنت كسلانة، ما كانوا عم يحسوا أنه أنا في شيء نفسي عم بيصير معي، كانوا يعيطوا علي. كانت مرحلة كتير صعبة بحياتي. بس أنا يعني لما بعكبر رجعت فهمت شو يعني ديبريشن، قلت أنه بلا، أنا بهيدا العمر، بهيدا العمر 10 سنين أنا عن جد كنت قاطعة بديبريشن. مش يعني إذا ولد يعني ما بيحس بالكآبة. بعمر 20 سنة تعرفت على شاب وحبيته كتير كتير وتعلقت فيه، وبهيدي المرحلة حسيت انه كتير بحب الحياة وصار بدي اضعف، وهو نظرته لإلي خلتني انه ارجع احب شكلي وارجع ارتاح مع حالي. وبعد سنتين تجوزنا وانا ضليتني كتير مغرومة فيه ومعلقة فيه، وعيشت تقريبا سنتين ثلاثة بالزواج كنت كتير مبسوطة. وإذ صار معي شيء كتير 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 صعيب يلي هو عرفت انه جوزي عم بيعمل علاقة مع وحدة، وهيدا الشيء صراحة حطمني كتير. قال لي اشياء كتير كتير بتجرحني، يعني قال لي انه انا كيف بدي احب شخص اذا هو ما بحب حاله. وهالشيء خليني اتدهور كتير وما عدت اظهر من البيت، وصراحة يعني حتى اوقات يمرق جمعة ما اتحمل وضل بالبيجاما كل الوقت،
ومسكرة على حالي ومش قادرة حتى أضوي الضوء، وكل ما هو يشوفني بهيدا الشكل كل ما يعصب ويعيط علي وكأنه الشغلة بإيدي. أنا عن جد حابة بس مني قادرة وما بقى في رغبة للحياة، حسيت أنه ما في راحة إلا بالموت. قلت أحسن شيء أنه أخذ علبتين دواء كانوا موجودين بالبيت، فأخذت علبتين دواء، ما بعرف شو أخذت يعني، صرت فتح وأكتر يمكن من علبتين. كنت كتير مني طبيعية، برمت الدنيا فيي وحسيت قلبي عم يدق بسرعة، حسيت بالرجفين وصرت استفريغ وطلعي نفسي وضايقة كتير 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 كتير، وبالآخر ما عدت قادرة. كان حد التليفون، تلفنت لرقم ما بعرف لمين، تلفنت لحدا صديقة لإلي وهي فهمت إنه أنا مني مرتاحة أبدا، شفت الموت بعيوني. قالولن بالمستشفى إنه أنا بحالة اكتئاب، يعني اللي مرقت فيه إنه هيدا مرض، هيدا اضطراب ولازم اتعالج. أول ما أخذت الدواء بعد شي 3-4 أجماع حسيت حالي تحسنت، نشطت، والأفكار البشعة عن الموت والانتحار خفت، وبطلت مركزة على الأشياء البشعة بالحياة. ضليتني تقريبا شي سنة ونص على الدواء، وكل ما عندي معينة كنت روح، وبنفس الوقت كنت عم بعمل العلاج النفسي، ورجعت خففت الدواء تدريجيا. بهالوقت كنت لقيت شغل وبلشت اشتغل وصار عندي شوية أصحاب، وانفصلت يعني عن جوزي القديم وتعرفت على حدا وعم نفكر نضلنا سوا. الكآبة هي اضطراب يعني مثل كثير أمراض تانية، وهلأ تقريبا إلي شي سنتين موقفة العلاج النفسي وموقفة الدواء، وحاسة حالي بعدني منيحة ونظرتي للأمور صارت كثير مختلفة. دكتور نوفل، يعني في عدة نقاط قطعوا معنا بهذا التقرير لابد من التعليق عندهم، أنه ولد عمره 10 سنين ممكن أنه يكتئب طبعاً. يمكن منحس شيء غريب شوي، علاقة الانتحار بالكآبة، وهل يعني إذا اكتئبنا مرة يعني هذا الشيء رح يتكرر كذا مرة؟ بهمني أخذ هيك تعليقك أنه الأهل يلاحظوا ويراقبوا أولادهم إذا في شيء بالسلوك تغير، إذا في شيء بالعلامات تغيرت، إذا في عندهم ردة فعل جديدة، ما بده يروح على المدرسة فجأة بقى، مثلا ما بيناموا منيح بالليل، خاصة عند الأولاد الكآبة بتبين لما الولد يعصب بسهولة ويتأثر نومه ويتأثر أكله. طبعا الكآبة ما قالها مثلا أي متى بتبلش، إذا مينيموم عمر ولا ماكسيموم، فيها تبلش عند أشخاص عمرهم 5 سنين وأقل وتوصل عند أشخاص عمرهم 90 سنة وتبلش بس بالـ90. نعم. هيدا واحد. 2، الأشخاص اللي بيعملوا كآبة مرة واحدة في عندهم بحدود 50% ريسك أن يعملوا كآبة مرة تانية بحياتهم. إلا إذا كان العلاج عن جد علاج ناجح وكافي أنه يروحوا العوارض نهائيا. إذا بضل في عنا residual symptoms عوارض بعدها باقية، الريسك أنه يعمل يعني ما لازم يضل في رواسي. صح. إذا كان في مرة كآبة الريسك أنه ينعمل كآبة تانية هي 50%، 50% التانية ما بيعملوا. إذا حصل مرتين عوارض episodes كآبة الريسك بيطلع لل 75%. لتالت مرة. بعدين بيصير 90% لرابع مرة. بالنسبة لأفكار الانتحارية مثل ما قلت أنا من أهم 3 عوارض، الأفكار الانتحارية مش معناتها الشخص أنه راح انتحر، ممكن الشخص يفكر فيها وقطعت، ولكن لما الشخص يبلش يخطط أكثر من أنه بس يفكر أنا ما بقى بدي أعيش، أو مثل ما عم تقول كانت المريضة على البورتاج أنه هي ما لقيت الحل غير بالموت، بعدين رجعت خططت كيف بدها تنتحر. التخطيط للانتحار هو شغلة بتدل أنه صار في جدية بالدق، صار الشغلة لازم تتخذ بعين الاعتبار أكبر كتير. نعم. دوفي خلينا نتوقف مع فاصل آخر بحلقتنا، من بعد مشاهدينا منتابع حوارنا حول الاكتئاب لليلة. يصاب عادة 20% من الإناث و 12% من الذكور بنوبة من الكآبة بحياتهم على أقل تقدير، وهناك نسبة تكاد تكون ثابتة على مختلف الأصعدة البشرية، مفادة أنه 5-10% من الإناث و 3% من الذكور مصابون بما يسمى نوبة الانهيار العصبي أو الديبريشن.
توجهنا إلى الشارع لنسأل الناس شي مرة تعرضت لانهيار عصبي؟ لا صراحة لا، ما عامل دبرسيون. لا الحمد لله مش عامل ولا مرة، ما فيش عندي أسباب تعمل انهيار عصبي يعني. عاملة إيه؟ على الحالة الاجتماعية، على العيش اللي عايشينه، على الخوف، مش خوف على حالي، خوف على أولادي، خوف على اللي حوالي إنه يظهروا أشغالهم، يطلع له شيء انفجار، يعني جنون. لا سمح الله، لا بدي أعمل انهيار عصبي بأحسن حالاتي. لا لا الحمد لله. عودة لمتابعة حلقة الليلة من نقطة سطر مع القسم الثالث وحديثنا حول الاكتئاب. أسيس، يعني اليوم بنسمع بصناعة الاكتئاب أو الجلوبال ديبرشن، يعني حول كل ما عم بيصير حولنا من إرهاب، من انهيار اقتصادي، وضع أمني، حرب آدمة، شو تعليقك؟ صحيح هذه الأمور طبيعية، هيك ظروف انه تولد عند الإنسان طريقة تعاطي مع نوع من الاكتئاب. وبيقال انه اليوم بالأماكن اللي فيها توتر، هلا مثلا بفلسطين بقول نسبة 17% من النساء عندهم اكتئاب و 18% من الرجال، لأنهم في أزمات، في خوف من الموت، طريقة التعاطي معها بتولد عنده اكتئاب. نعم. وهذه الأمور بتخلينا محتاجين لمواجهة الأمور إلى كمان قوة إلهية من فوق تعيننا في مواجهة الأمور، والرجاء اللي عنا إياه مهما حصل في عنا حياة أبدية. نعم. سيمتك كإعلامية حضرتك، إلى أي مدى الإعلام بيلعب دور بهالموضوع؟ هلا الاعلام بيلعب دور بالتوعيه. انا بعتقد انه الاعلام له دور، والاعلام رساله، رغم انه يلي عم بيصير هلا او اللي عم نشوفه على شاشات التلفزيون ما بقى كثير عم بيلتزموا بشيء اسمه رساله. نعم. ودور للاعلام يعني اليوم للاسف سيفزوا حتى في يكون توعيه، وفي هو يساهم بصناعه الاكتئاب عند العالم 100% من خلال اللي عم بينشر اليوم. صح. على وسائل يعني احنا تعلمنا بالجامعه وعلمنا بالجامعه انه هيدا الشيء رساله، فلهيدا السبب انا بعتقد الاعلام مش دايما عم بيلعب دور بالإطار الصحيح. يعني من ناحية عم بيأثر برسالته وبعمله، يعني ما عم بيكون في توعية كافية. واعتقد انه التوعية هي اساس كل شيء، ان كان توعية للأهل، توعية للطفل، توعية بكل تفاصيل الحياة حتى واحد يعرف على شو قادم. لأن في كتير ناس مثلا ما بيقروا كفاية او ما بيحبوا يطلعوا عبر الانترنت مثلا، بفضل يكون في مثلا برنامج تسقيفي حواري يوعي هالعالم. للأسف التلفزيونات ما بقى عم تعتمد كتير على هيدا الأسلوب، وعم نروح أكتر على المواضيع التجارية والبرامج السريعة، كل شيء فاست فود عم بيكون كمان على التلفزيون، فأكيد بيلعب دور بالإحباط. وفي كمان بعض المواضيع اللي عم تنطرح إن كان بالمسلسلات أو الدراما اللبنانية. هلأ أنا بحي الدراما اللبنانية بوقت من الأوقات، وخاصة آخر فترة نعمل إشياء كتير حلوة، بس عم بنعمل كمان إشياء عم بتأثر سلبا. يعني كتير خطرة رسالتها، خطرة يعني رسالتها عم بتكون خطرة. عم تتعالج بطريقة مش كتير مزبوطة، لهذا السبب مثل ما قلتي عم بتساهم يمكن بالاكتئاب. يعني عم بيكون سبب بإحباط معين من خلال واحد بده يحضر مسلسل يمكن يستفيد منه ويكون عم بيموه عن نفسه، بل بالعكس عم بيشوف حاله عم بيوقع بمغاطس يمكن كان بغنى عنه. نعم. خلونا نحن وياكم والمشاهدين نروح لآخر تقرير بحلقتنا لليلة. مشاهدينا منتابع تقرير حول الاكتئاب ما بعد الولادة، شو هي أسبابه وليش بيصير مع بعض النساء، منتابع سوا. كآبة، ديبرشن، احباط، حزن. اول شيء كنت يعني متوقعه انه يصير معي شيء من بعد الولاده، بس وقت هالشيء صار ما عرفت انه هيدا هو الشيء اللي الماما حكيتني عنه. كنت مفكره لا انه انا عن جد زعلانه، مش انا متوهمه الزعل. اللي صار انه بعد فتره من الولاده، يمكن يوم او يومين، بلشت حس نفسيتي تعبانة، صرت حاسة انه هالشي مش زادني فرحا انما بالعكس، بس زعلت كأنا انه حسيت حالي انا خسرت شبابي، خسرت مستقبلي، صرت بس للبيت والبيبي هيك هيدا الشي. فكان كل شي زعلني، كمان ازعل انه جوزي يتأخر بالشغل كون بحاجة لإله، ازعل انه اذا قضيت نهار لحالي، ازعل من اي امر، من اي امر تافه. لكن ضل ابكي شو ما يصير ابكي،
وحب ضل بالتخت، ما حب اطلع لبرا، حتى شكلي هملته، ضليت منكوسة، ضل بالرعب. بيبي مسؤولية، ما فيك ترجعي تعملي الاشياء اللي كنت تعمليهم انت بدون قبل ما تكوني ام. وانا هيدا بقوله لكل ام تعاني من بيبي بلوز، انه ما تقولي انا اذا بكيت برتاح، لا بالعكس، اذا بكيت بتبكي اكثر وبتضلي تبكي، بالعكس اظهري من البيت، فرحي حالك، اهتمي بحالك، ترتاحي، حضري اشياء كوميدي، فكري باشياء من بوزيتيف سايد، لانه كنت عارفه من الاول انه انا شو ما كان بيني هالبنت ما ذنبها. ولو انه هي السبب مثلا انه انا زعلانه، لو اوقات الام بتفكر هيك انه مثلا يا ريت ما جبتها او يا ريت في ارجع لورا او هيك، بتعرف الام كمان انه هذا الولد ما ذنبه. مع جوزي انا بشكر الله، جوزي كان متفهم كثير وكان يوعيني بكثير من الاوقات انه طلعي بحالك، يلي طلعي بحالك على المرايه، طلعي بحالك شو عم تتصرفي، شو عم عرفتي تصرخي، تزعلي من اقل شيء، تكبري الامور التافهه. هذا الحبل ما كنا مخططين له، بس انبسطنا كثير بس عرفنا انه اني حبلي، بغض النظر اذا بنت او صبي. يمكن ارجع امرق بمرحله بيبي بلوز، يمكن لا، انه حسب كل حبل شيء. بس عارفة هالمرة إذا بمرق فيها ما بتطول مثل قبل، ما بتكون بنفس الحدية، لأنه أنا هلأ مستوعبة الفكرة، ما بعرف شو هي بيبي بلوز. ونشكر الله، الله معنا بكل تكة، ويمكن لو ليه ما تخطينا ولا أي مرحلة، ولا البيبي بلوز ولا غيرها. أسيس، تعليقك على التقرير واستوقفتني آخر جملة، كتر خير الله، الله معنا، تخطينا المشكلة. أفتكر يمكن الدكتور نوفل بيجاوب عليه أكثر، بس حسب ما بعرف أنه بالتغييرات الهرمونات عند المرأة وقت اللي بيكون في عملية حمل 10 أضعاف بالإستروجين والبروجستيرون بيزيدوا، وقت بيصير عملية الولادة راحوا هالأمور، بيصير في التغيرات بتحول إلى نوع من الكآبة بده علاج. نعم دكتور نوفل، شو هالشعور الغريب؟ يعني هل نعم. فعلا بنتوهم الزعل او عن جد بنكون زعلانين؟ شو الفرق ما بين البيبي بلوز والاكتئاب ما بعد الولادة؟ بس شغله صغيره، عند النساء اول شيء بيولوجيا بيفرقوا كثير عن الرجال، بيقطعوا بمراحل ما بيقطع فيها الرجل. يمكن اول ما تبدا الدوره الشهريه، لما تحبل، لما تولد، لما تكون عم ترضع، وبعدين لما توصل لسن المينوبوز. نعم. يعني جسديا بيولوجيا المرأة بتفرق كتير. البيبي بلوز عادة هي إحباط مع قلق لما الولد يخلق، بضاين بحدود الجمعة، أسبوع أسبوعين ماكسيموم، وتقريبا 75% من النساء بيقطعوا فيه. الكآبة ما بعد الولادة يعني مش بتوقف العوارض هون، بتكفي أكتر وبتصير كآبة عيادية، بدها علاج مثلها مثل كآبة عيادية ما دخلها بالولادة. وعن 10% من الرجال يلي مرتهم بتولد ممكن كمان يصير معهم كآبة ما بعد الولادة. لأنه الكآبة ما بعد الولادة هي في سبب أساسي يلي هو التغيير الجذري بحياتهم للشخصين. يعني هون الشخصين خلص صار في عنهم شخص ثالث معهم، صاروا مسؤولين عنه، كل شيء بيتغير، تغير كتير أشياء، حياتهم النمط تغير. بس في نقطة صغيرة حبيت بس إليها المدام، أنه مش الولد السبب، انه هي قالت انه بركة هي السبب لو فيني ردها. هيدا طريقة التفكير، يعني نحن بنستوعبه ونتقبله من شخص محبط، من شخص مشغول باله، بس مش الولد هو السبب، هو طريقة التفكير يلي يمكن لو واحد تحضر لها، مثل ما قالت انه يمكن تاني مرة اذا حصلت معي يمكن يكون جاهز. اذا الوعي بجنب شو السيدة، education، الوعي، التوعية بتساعد انه اذا سأبت مرة ممكن تقطع بيبي بلوز او ممكن تفوت بكآبة عادية، انه تكون جاهزة نفسيا قبل وعندها الدعم حواليها، ان كان طبي او الدعم الاجتماعي والاصدقاء والعائلة. نعم سينتا، بتتفهمي هالشعور؟ يعني الام بتنطر 9 أشهر مولودة. ليكي انا بتخيل، قالت شغلة مزبوطة وانا يمكن كمان صارت معي، في خبرك يمكن عن خبرة، انه اول حمل بيكون مختلف عن الثاني. اول مرة بتكوني ناطرة المجهول،
بتكوني مش عارفه شو ناطرك، بيكون طفل بين ايديك مش عارفه كيف بدك تتعاملي معه، فشغله بتكون جديده على الام، وخاصه لما الام تكون اصغر بالعمر. نعم. فهيدي شغله كثير صعبه، اول شيء جسديا، اول شيء جسديا بتكون بعدها مولده جديد، بعدها مش متقبله حالها، قبل ما تتقبل طفل بين ايديها بتكون هي مش عارفه تطلع بحالها بالمرايه، مش عارفه كيف بدها تلبس، كيف بدها تستقبل العالم، ياما بتصير مشاكل حتى بالمستشفى لما الناس هلا من محبتهم بيجوا يمكن حتى يزوروا المراه المولده. بس انا بعتقد اكثر فتره ضغط واكثر فتره يمكن انهيار بتكون باول كم يوم. نعم. هلا من بعد ما تقطع فتره وتتعود المراه على الطفل وعلى حياتها الجديده، لانه قالت شغله كمان مهمه، كانه هي فقدت شبابها، فقدت مستقبلها، عم يعني تطلع بحالها انه هي بس للبيت وخلص، بطلت حياتها هون. نعم. هيدي شغله بتعمل ديبرسيون لحالها اذا بدنا نستعمل التيرم اللي واحد دائما بيستعمله بشكل تلقائي، بس اكيد مش بالمعنى الصحيح يعني. هلا بتاني حمل بتكون الامراه مهيئه اكثر، بتكون هي يمكن كبرت بالعمر كم سنه على الاقل، بيكون مرق سنه سنتين يعني، ديجا بيكون صار عندها خبره بالتعاطي مع الطفل. نعم. بتكون هي حست حالها نضجت من هيدي الناحيه، وفهمت انه لما الولد يكبر ويصير بمرحله من المراحل هي بتستعيد شبابها، بتستعيد حياتها، بتستعيد مهنتها، هيدا كله بتكون عارفه ضمنيا انه مش هالانهيار اللي هيك كل شيء بيقشط قدامها من اول ما تولد. فبعتقد انه دائما بتاني طفل بتكون الشغله شوي مختلفه، بتكون مهيئه نفسيا اكثر، عارفه شو ناطرها، والتجربه دائما الاولى بتمهد للتجربه الثانيه. نعم. دكتور نوفل، يعني القسم الثالث من حلقتنا شرف على نهايته، بحب اتناول مع حضرتك العلاج الفعال اليوم للاكتئاب. حسب مستوى الاكتئاب، إذا كان صعب أو خفيف، عادة إذا كان مستوي خفيف أو وسط بنحاول جهدنا نعمل علاج نفسي من دون أدوية، ولكن إذا كان الاكتئاب ما بين وسط وحاد وصعب يعني moderate to severe intensity، ما في شك أنه العلاج بالدواء مع علاج النفسي مع بعضهم هو العلاج الأكثر شيء فعالية. مش لازم واحد يأخذ بس دواء، او مش شخص لازم ياخذ بس يعمل علاج نفسي، لازم يكونوا مع بعضهم كومبايند. نعم. مع بعضهم هذا هو الاكثر علاج الفعال اذا كانت الكآبه ذو مستوى وسط او حاد. نعم. سينتا، بختام لقائنا مع حضرتك، شو الكلمه الاخيره اللي بتحب توجهها للمشاهدين؟ يعني بدي اقول اهم شيء التوعيه والوعي عند الاشخاص، والايمان اكيد هيدي شغله مهمه كثير، لانه السوبر مورال هو اهم شيء بهيك حاله. ولما واحد يوصل لمرحله ويكون عنده شك ولو 1% انه في عوارض معينه ما كانت عم بتصير معه قبل، ويحس انه في شيء عم بيبتعد عنا، يعني هيدا مثل جرس انذار انه في شيء غلط عم بيصير. فمش عيب واحد يتوجه عند طبيب، مش عيب واحد يزيد بايمانه ويرسخ حياته اكثر بهذا الاطار. فانا هيدا يمكن من باب كاعلاميه وكشخص يمكن بيتعاطى بالشؤون العامه، انه نشجع العالم على هيدا الموضوع حتى نكسبهم بعدين وما نوصل لمرحله متاخره. فهيدا اللي بحب اقوله. نعم. دكتور نوفل، نصيحه اخيره. مثل ما كنت عم تقول ست سنتي انه الدعم والسبور كثير مهم، بس في شغله واحده اوقات بيغلطوا فيها الاشخاص، بمعنى انه شو يعني الدعم؟ مثلا لما يكون شخص مكتئب بيقولوا له شد حالك، هيدي الكلمه ابدا ابدا ما بتفيد. شد حالك، ما في شيء ليشده، هون في اضطراب، مثل كانه حدا عنده ضغط عم تقول له شد حالك هيك ضغطك بيروق. نعم. بده سبور، معنى انه يتفهموا ويحطوا له بروجرام قدامه ليكون في عنده امل، وبذات الوقت يكون في مثل ايجابيه بالتعامل معه، مش انه شد حالك، هون ما في ضعف وقوه بالدق. نعم. افتحوا له مجال ليطلع منا يعني. نعم. ما في شيء ليشده. نعم. أسيس، ما رح اسالك رايك، لأ رح اتلاقى انا وياك بفقره مواجهه لنحكي عن الصلاه وقديش علاج فعال باسئله المواجهه. الاعلاميه سينتيا الاسمر ودكتور نوفل، بدي اشكرك على حضورك معنا، وبدي اشكرك على حضورك معنا، حليتوا ضيوف مميزين بحلقتنا، الحوار معكم ممتع، بنتمنى لو كان بعد معنا وقت. بدي اشكركم مره جديده مشاهدينا، بعد الفاصل بنتلاقى بفقره المواجهه انا والاسيس، تابعونا. وصلنا مشاهدينا للفقرة الأخيرة ببرنامجنا مع فقرة المواجهة. أسيس، صرت تعرف لأنه كذا مرة كنت موجود معنا بالحلقة، بهالفقرة رح نطرح عليك 5 أسئلة، معك 30 ثانية للإجابة على كل سؤال، مشاهدين بانتظار إجابات مقنعة. لحظات ومنبتدأ. أسيس، بالكتاب المقدس هناك كلام كتير عن الخوف والقلق
والمشاكل النفسية بعلامات الأزمنة، هل هيدا هو نفس الشيء اللي عم بيعبر عنه الناس اليوم؟ الرب يسوع المسيح قال إنه عندما يأتي ثانية علّه يجد الإيمان على الأرض، وقت اللي بده يجي بده الحروب تزيد، المخاوف تزيد، المجاعات تزيد، وكل هالأمور بتقول أقرب، مجيء المسيح صار أقرب لليوم من أمس. هل محاولة الانتحار تحت تأثير مرض الكآبة تعتبر خطية؟ بالمطلق القتل هو خطية، إن كان قتل النفس أو قتل الآخر، بس بحب أقول كمان إنه الرب هو اللي بيدين مش الإنسان، نترك الحكم للرب مع إنه القتل هو خطية. قديش الصلاة ممكن تكون علاج للتوتر والكآبة؟ الصلاة دايماً مفيدة، وبنعرف إنه يسوع شفى أشخاص عندهم مرضى، أقام موتى، يسوع بيشفي، بيشفي النفس، بيشفي الروح، بيشفي الجسد، وإذا ما شفى بيسمح نكون ضعاف تنعمته تظهر. هذا ما بيعني إنه إذا كان الرب ما استجاب بالصلاة ما نلجأ تناخد أدوية ونستشير أخصائيين. الكتاب المقدس بيدعينا لرمي كل أحمالنا عند الرب، إذن التفكير بمشاكلنا والغرق فيها بينافي تعليم الكتاب المقدس؟ صحيح، لأنه في دعوة واضحة من بولس الرسول بالفليبي وقت بقول لا تهتموا بشيء بل بكل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يسوع بالعزة على الجبل علمنا أنه انظروا إلى طيور السماء، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، أبوكم السماوي يقوتها، إن كان أكل أو شرب أو لباس، اطلبوا أول ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. أي دور للكنيسة بتشجيع المؤمنين وبرفع معنوياتهم؟ الكنيسة لها دور كتير كبير. أول شيء الكنيسة بتقدم رسالة الإنجيل اللي هو الأخبار السارة أنه في الله بحب الإنسان، يسوع مات كرم أجل الإنسان، يسوع بيغفر الخطايا مهما كنا عاملين خطايا، مهما كانت ظروفنا صعبة، يسوع مات على الصليب تعطينا حياة جديدة وحياة أبدية. رسالة الكنيسة تشجع الناس أنه في أمل، في رجاء. صحيح بنوعظ عن القداسة، نوعظ أنه ما في مساومة عليها، بس نقول في غفران وفي قبول عند يسوع بالتوبة والإيمان. نعم أسيس، بختام لقائنا مع حضرتك كلمة أخيرة للمشاهدين. مهما كان وضعهم بنعرف أنه في دائما إلنا أمل وفي إلنا رجاء. يسوع مجرب مثلنا في كل شيء، قادر أن يعين المجربين. جرب يسوع يلي تحمل الألام، تحمل البصق، تحمل الإهانات، وتحمل أيضا الموت على الصليب، بيفهم أنت شو عم تمرق فيه. تعال عند يسوع وجربوني يقول للرب، وشوف كيف الرب يعطيك الفرح، وفرح الرب هو قوتكم. أسيس شربي الملك، بدي أشكرك على حضورك المبارك معنا بحلقة الليلة. بيبقى مشاهدينا أنه ندعيكم تزيدوا إيمانكم بالله وتتكلوا عليه، وببساطة تحكوا له لأنه بيسمع وبيجاوب وعنده الدواء. العلاقة مع الله منا باتجاه واحد، ولكن إذا بتركزوا شوي أكثر أكيد رح تسمعوا صوته، هو اللي قال ووعد أنه بيريحنا كل مرة نحن طلبناه وتركنا عنده كل أعباء حياتنا وأتقالها اللي منا قادرين نحملها. الاكتئاب مرض لازم له علاج، فما تتساهلوا فيه، لكن بالمقابل ما تتساهلوا باستخدام الكلمة عند أي تعب. حلقتنا لليلة خلصت، أنا بشكر متابعتكم ومنلتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.